مشروع ترميم الفنادق والمؤسسات الفندقية لولاية تيزي وزو يعرف تأخرا كبيرا، ما جعل سكان الولاية يطرحون عديد الأسئلة حول الأسباب التي أدت لذلك، وما دور السلطات في تسيير الشركة المكلفة بهذه المهمة. Elle dit on va? Non, je prends la décision aujourd'hui. Et je m'engage à être responsable. Être comme responsable, ben seul, être comme responsable. Je résilie ça et je m'engage. Ou tu crées les monsieur Wali, arrouh donc ça te dit. Est-ce pas là? Être comme un langage de responsable, ben seul. Allah. Arrache, où est-ce? Arrouh, arrache. أنا نقول لك ديزونجاجي وما مفهمو مليح أنا دي 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 انجينيور على بالنا واش راني نقول لكم ديزونجاجي وحطوا لي زونتربريز بيبليك ما انا تيجي وزو جزائر كاع بلاتها تيجي وزو لي بروفيسيونيل دو باتيمون يسوا تيجي. رغم كل هذه العراقيل تشهد الولاية إقبالا كبيرا من طرف المستثمرين في المجال السياحي وإرادة كبيرة لتطويره وإنعاشه. بالنسبة للمشاريع اللي راهي في طور الإنجاز على مستوى الولاية تيزي وزو اللي راهي لحد الساعة مسجلة عند مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية تيزي وزو، عندنا 61 مشروع استثماري نسبة الإنجاز نتاعهم تتراوح بين أكثر من 20 إلى نقوله حتى إلى 90-95% بسعة أكثر من 7200 سرير، وراح يخلق لنا أكثر من 1500 منصب عامل. بالنسبة للمشاريع الغير منطلقة لحد الساعة عندنا سجلنا 143، في 143 هذو عندنا 68 تحصلوا على الموافقة المبدئية من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية. تيزي وزو ولاية تزخر بمواقع سياحية مميزة، وما على السلطات سوى دفع عجلات التنمية وتحريكها من أجل النهوض بقطاع السياحة وشق طريق الاستثمار لإنعاش الاقتصاد المحلي والوطني.